السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ رد السلام ردا وافيا كما أمرك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله أنا بخير، بارك الله فيك، تفضل. حضرتك مقيم في منيا تمنوت صح؟ نعم. طب أنا عندي 16 سنة وعايز أجي عند حضرتك أطلب العلاج. كلمني على الهاتف الخاص أولا، أو اجعل والديك يكلمانني. تمام. السلام عليكم. الشاشة عبد الرحمن واغلق الباب من أجل أسأل سائل عن قضاء سنة الفجر إذا فاتته، هل يقضيها بعد الفجر أم بعد طلوع الشمس؟ أقول: في الأمر ساعة، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، ربنا يبارك في حضرتك وإياك. تفضل. الله يبارك في حضرتك. أنا مقيم يعني في المملكة العربية السعودية وكده، وكنت بسأل حضرتك يعني لو أن مصر استقر فما فيش دخل، فزمايلي نصحوني ببنك فيصل الإسلامي أو أبو ظبي أو البركة. ابتعد عن البنوك جميعها، البنوك ليسوا بتجار يربحون ويخسرون ويشترون ويبيعون، ليسوا كذلك. البنوك مؤسسات ربوية تحتال لأخذ أموال الناس عموما، وتمارس بعض الممارسات الخاطئة لإيهام الناس بصحة تعاملاتها. أنصحك بالبعد عن كل البنوك. وحضرتك يعني أنا مثلا من حوالي سنة كنت حطيت مبلغ مع حد وحصلت مشاكل وفلوس. هذا ليس بمبرر ان اكلك شخص او خدعك ان تاكل الربا. اه صحيح. بارك الله فيك. صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا لك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك، انا كنت عايز اسال سؤال بسيط بس من فضلك. اتفضل. انا كنت في الصيف دوت كنت عند واحد صاحبي في منطقه سياحيه، فصاحبي ده لقيته يعني مش مظبوط، وكان جليس ناس وكان في خمر في الجلسه، بس انا ما شربتش، انا كنت قاعد. انا عايز اعرف ايه الكفاره بتاعتي. استغفر الله ولا تعد، لقول الله تعالى: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أيضا ثمة حديث ورد في هذا الباب، وإن كنت أرى في إسناده ضعفا، ألا وهو: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. طب بالنسبة لصاحبي
صاحبي ده انا هو مش هي يعني انا نصحته كم مره وهو مش راضي يسيب الطريق ده، وهل انا اخصمه ولا اعمل ايه؟ ابتعد عن اصدقاء السوء. حاضر مع السلامه. لا اعرفه يا عبد الرحمن الذي تسال عنه. السلام عليكم. وعليكم وذكرنا بصورتها بس. نعم تفضل. كيف حالكم؟ الحمد لله. يا رب دايما كل عام وانتم بخير. تفضل. بقول لفضيلتك بالنسبة لزكاة المال. تفضل. أنا دلوقتي دخلي الوحيد مرتبي الشهري من وظيفتي. ففايض معايا مثلا بعد ما أعلم سنة يعني من جمع المرتب فاضل عندي جزء من المال. ده يخرج عليه زكاة مال؟ يعني أنت تتقاضى مثلا 10,000 في الشهر، تنفق 8,000 يبقى 2,000، هل عليهما زكاة؟ هذا سؤالك؟ أيوه بس. ليس على 2,000 زكاة إلا إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب، وأعني بالسنة السنة الهلالية التي يقولون عنها الهجرية. نعم. طب أنا دلوقتي مثلا المرتب اللي بيجي لي كل شهر أنا بطلع عليه النسبة. طيب. ما بستناش السنة، يعني كل شهر بطلع النسبة. ليست عليه زكاة، الذي تفعله شيء ليس يعني لن تذم عليه بل قد تحمد عليه، لكن ليس هو الأمر المنضبط. الأمر المنضبط اللي هو اللي فاضل معايا أطلع عليه. ما قلت لك هكذا، قلت إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. مع السلامة. جزاك الله خير يا كريمة بنت محمد. دري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. أنا دلوقتي شيخنا مرتبي 1,500 في الشهر، ومش عارف أكون نفسي حتى ولا أتجوز ولا عارف حتى أجيب شقة، ونفسي أعب في نفسي. طيب والمطلوب؟ انا مش محتاج متعبة مال، انا بس انا اخشى على نفسي الزنا. طيب اتزوج واحدة ولو ثيب حتى. ما انا ما الصراحة ما اكذبش عليك يا شيخ، ما بعرفش ادور والحاجات دي. طب امك تدور لك يا حبيبي. لك ام؟ يا امي مالهاش ذاتك في التدبير، انا مثلا ممكن بلاقي واحدة مثلا بتبقى قاعدة عزك الله على باب مسجد يا عبد الرحمن اللي انت بتتكلم. ها؟ كده بقول لك انا ممكن انا بلاقي واحدة بتبقى قاعدة على باب مسجد بتطلب حسنة كده. يا عم خل امك تدور لك على عروسة ولو ثيب، انتهى الامر. السلام عليك. انت واد حلو ومصلي؟ ايه؟ انت واد حلو ومصلي، تصلي وتخاف الله ولا لا؟ ايوه الحمد لله مصلي. خلاص امك ما ان شاء الله مع دعاء الله ييسر لك ربي ان شاء الله. ما مش عايزين اتجوز هالشيء. مين امك؟ لماذا؟ شافت كده معايا واحد انا اما يتم 25 سنه وبعد كده في الزمن عندك الله يعينك فيه ده ما فيش، انا اخشى على نفس الدنيا والفتنه كسبه. طب انا اعمل لك ايه يعني؟ ما فهمني، ما بقول لك روح انت ابحث عن اي امراه. ما انا شغل زي ما قلت لك في الاول ما بعرفش والله ادور. السلام عليكم يا حبيبي. مرحبا يا اخ حمد خريب الله يوفقك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. يا شيخ انا في مره قلت لمراتي انا كنت متضايق، قلت لها علي الطلاق لتطلعي من هنا. طيب وما طلعت؟ انا زقيتها وطلعت. خلاص ما عليك شيء. طيب وفي مرة تانية يا شيخ حلفت لها برضه قلت لها عليه الطلاق وأمي ما تجيب لي نجيب حاجة تانية ليا. كفر عن يمينك وخلي أمها تجيب لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اللهم ارزق العفاف يا رب. مصطفى حضرتك بس عايزك سؤال. اسأل. ربنا متوعد لأكل الربا إنه خالد في النار إذا مات على ذلك، تمام كده؟ تمام. طب الخلود أبدا يا شيخ مصطفى؟ الخلود المراد به هنا طول المكس، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تمام يا شيخ مصطفى. مع السلامة. مع السلامة.
مرحبا فضل الشيخ سعد العقاوي، بارك الله فيك يا فضل الشيخ سعد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينفع أكلمك؟ ينفع، تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أنا أنت ماذا؟ عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما السؤال يا أختي؟ أخت ماتت ولها أخوان، طلب منها أخوها أن تكتب له أرضها باسمه فرفضت في البداية، ثم وافقت بعد ذلك وماتت. الأخ الآخر لم يرث فيها شيئا ومات وله بنتان. هذه قضية تسمع عن قرب أو اطلع على البينات والشهود. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصر؟ الحمد لله، تفضل. نبي يا شيخ، انا كنت عايز اقول لك على وضع علي. انا ارتكبت مبقات وذنوب. يا اخي الله يغفر لك، استر على نفسك. ممكن تكلمنا على هاتف؟ هذا حقيقة ابوي يا حبيبي. هو كنت امارس المخزن. يا أخي الكريم، كلمنا على الهاتف الخاص، الله يغفر لك. ومن ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستر على نفسه ولا ييأس من رحمة الله، وليعمل أعمالا صالحة. هذا باختصار، يستر على نفسه ويستغفر الله ويعمل عملا صالحا ولا ييأس من رحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كيف حالك يا سيد؟ لله الحمد، الحمد لله بخير من فضل الله. عندي سؤال بعد إذن حضرتك. اسأل يا أخي. يا شيخ، الأشاعرة يقولون أن الله جل وعلا، دعنا من الأشاعرة، قطع الله دابرهم، دعنا لا تضيع وقتنا مع الأشاعرة. يا الله، نرجع للأشاعرة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أي يا شيخ، قطع الخط متعقا. أنا قطعت الخط عن عمد حتى لا تفضح نفسك. قلت لك باختصار، اعمل عمل صالح، استغفر الله، استر على نفسك، لا تيأس من رحمة الله. هذا باختصار شديد ولا داعي للتفصيل. أي تفصيل آخر كلمني على الهاتف الخاص. ماشي. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك شيخ مصطفى؟ طيب والله الحمد، الحمد لله بخير. أنا طالب علم مبتدئ وكنت عايز أتخصص في علم التفسير. تتخصص فين؟ أتخصص في علم التفسير. طيب، إيه المشكلة؟ ها؟ نصحتك ليا، أنا مبتدئ. أنت حفظت القرآن؟ يعني الآن بحفظ فيه. طيب، أكمل حفظ القرآن أول خطوة. إذا كنت تريد تكون راسخا في التفسير فهذا يوفر عليك شيئا، وهو أو تفسير القرآن بالقرآن. يعني جزء من التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن. ستقطع شوطا فيه إذا حفظت القرآن، لأن الله مثلا قال: كذلك وأورثناها قوم آخرين. من هم القوم الآخرون؟ كذلك وأورثناها بني إسرائيل. تمام. مثل قول الله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، ستفسرها بقوله تعالى: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. فستقطع شوطا في التفسير بإذن الله. بعد، اقرأ كثيرا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. فالقرآن أيضا يفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسرها النبي وقال: الظلم الشرك، أو ألم تقرأوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. اقرأ في سنة الرسول. وإذا أردت مزيدا اهتم بلغة العرب شيئا ما، بالقدر الذي يستقيم به لسانك وتفهم به كتاب ربك، وأتقن علم الحديث، لأن الآثار التي يفسر بها ينبغي أن تكون صحيحة. هناك آثار عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، ضعيفة الأسانيد إليهما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، الحمد لله.
لو سمحت سيدنا عندي سؤال بس. اتفضل اسأل. دلوقتي يعني في مزاد معمول وانا داخل في المزاد ده. نعم. المزاد ده انا محدد لي مثلا انا وواحد تاني بنتزاد على محل. ايوه. تمام. تمام. فالمحل ده مثلا سعره اتحدد على مثلا 50,000. وانا مثلا حبيت ازود شويه على السعر ده على 50,000. صاحبك قال لك لا تزود وانا اعطيك 10,000. تمام. هذا من النكش في البيوع. نعم. لا يكون. فدخلنا في النكش في البيوع او في التعاون على غير البر والتقوى. بارك الله فيك يا احمد سالم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الله يرضى عنك ويبارك في عمرك. عنك احسن من عنك، عنك ما لها وزن، ما لها معنى هنا. الله يرضى عنك. نصيحتكم فوق راسنا يا سيدنا، الله يرضى عنك. الله يكرمك، تفضل. سؤال، عندي نسيان كتير في الصلاه وفي في التشهد، ما لك ذلك يعني وما سبب ذلك؟ ما في الا انك تدعو الله. نعم؟ ما في الا انك تدعو الله سبحانه وتعالى. دعوة. تمام. ايوه، وبعدها لا تدخل على الصلاة وانت مجهد وانت متعب. نعم. انتظر حتى تستمر. انا كمان بعاني في الصلاة يعني عشان اخش اصلا في الصلاة. الله يعافيك. اللهم امين. دعواتكم يا سيدي. الله يبارك فيك، الله يكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا شيخ انا زوجي مهندس وجاله عمل في السعوديه في محافظه اسمها العلا. خلاص، انا جاءني سؤالك. يبحث عن اخر افضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا شيخ. انا لماذا اغلقت الهاتف في وجهي يا شيخ؟ انت من يا شيخ؟ انا اللي كنت اسال، اريد ان اتعلم من فضيلتكم يا شيخ. ما اغلقته، قلت لك انت تفسير، تريد تخص تفسير ولا ايه؟ لا، انا كنت اسال عن الاشاعره يا سيدي. لا، ما نحبش ضياع الوقت فيهم، والله اخذوا اكثر من حقهم في هذا المقام، وربي قال قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب يا سيدنا، اختصارا ما نريد نقضى وقت في الجدل يا اخي. يا شيخ اسمعني يا اخي، الرسول يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق. فالموضوع أخذ أكبر من حجمه على هذه الصفحة. لم يأخذ أكبر من حجمه يا سيدي. أنا أعرف عنك مناقشات ونريد أن نصل إلى الحقيقة. معلش، لا أريد أن أناقشك يا سيدنا. لماذا؟ أنا لا أريد أن أناقشك، نفسيتي لا تتحمل مناقشتك الآن يا سيدنا. يا حبيبي، أنا قلت لك هو إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، مش هذه آية؟ نفسيتي ليست مؤهلة الآن لمناقشتك. أريد أن أتعلم من فضيلتك. تعلم على عيني وعلى رأسي، لكن هذا الوقت نفسيتي غير مستريحة للكلام في هذا الموضوع. لماذا يا سيدي؟ والله ده من عند الله. أقول إيه بس يا جماعة، قل اعذرني، أنا بقول لك الآن لا أستطيع أن أتحدث نفسيا في هذا الموضوع الآن. طب عندي سؤال ثاني. أتفضل. في هناك مشايخ كثيرين يا سيدنا طلبوك للمناظرة، لماذا لم تذهب إليه؟ أعتقد أنهم أهل بدع وأهل زيغ، ومن علمائنا الأولين من يرفض. يتكلمون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. لا لا، شفت أنت رجل أشعري وضيع لي وقتي يا سيدنا. أنا مش ما أقول له بس أعمل إيه يا عبد الرحمن، ماذا أصنع؟ ها؟ فهمني يعني، هو وعد أنه يقول يسأل سؤال آخر ولكنه كذب. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، انا كان عندي ارباح من البنك الاقتصادي الاسلامي، والارباح بتخلص منها بشكل سنوي، لكن انا ارتكبت خطأين. الخطأ الاول ان الارباح كانت بالدولار، فخرجت ما يعادل الدولارات بقيمته المصريه بنفس سعر البنك وليس السوق. ادفع الفرق. يعني المفروض اخرج انت اخذت 1000 دولار ربا وجئت تبيعها الدولار في السوق السوداء ب 40 والدولار في البنك ب 30، فانت الان اخرجتها ب 30، فوفرت لنفسك ربع، وفرت على نفسك الربع من الربا. اي نعم. الله يسلمك.
السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كنت بسأل حضرتك يا شيخ عن أرباح فودافون كاش. الإرسال، نتيجة الإرسال لا بأس. هي كخدمة يعني. يقول لك أنا وكلتك أن ترسل لي هذا المبلغ للقاهرة، قلت لك أرسل لي هذا المبلغ للقاهرة ولك على الألف عشرة كإيجار، ما المانع؟ أنت أرسلتها ببنك، أرسلت واحد، ما عليك مشكلة. طب سؤال تاني يا شيخ، معلش. اتفضل. هو اسم ناصر أو عبد الناصر حرام؟ هو الخلاف قائم في الاشتقاق من الأسماء المضافة. خير الناصرين، هل نشتق منها اسم الناصر؟ أنا أختار لا، لكن هناك من العلماء من يختار ذلك، لكن الأصح عدم اعتبار الناصر من الأسماء الحسنى، إنما من الأسماء الحسنى خير الناصرين، وكذا خير الغافرين. بارك الله فيك الشيخ محمد بن عبد الباقي، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الو. السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله بخير. الله يبارك في عمرك، عندي سؤالين. اسأل. بس سمعتك في الخط بعد السؤال الأولاني. لا، ليس من حقك. تتكلم في اللي يخصك، ما تتكلم في اللي يخصني. هذا ما أغلق لا أغلق، ترجع إلي مسؤوليتي أمام الله. فإذا وجدت شخصا بذيئا سيتكلم سأغلق الخط. حاشا لله يا مولاي. اتفضل، الله يحفظك. السؤال الأولاني، بركب من بركب القطر من القاهرة 8 الصبح بإذن الله إن شاء الله. بوصل بعد الساعة 10 بالليل. توصل بعد الساعة 10 بالليل، نعم. من أصوات أهانك الله. وبعد كيفية الصلاة في القطار؟ القطار، هل بإمكانك أن تتوضأ وتصلي في القطار أم هذا يصعب عليك؟ لا، بتوضأ وصلي. طيب، إذن لا إثم عليك؟ لا، يعني اتجاه القبلة، القيام، القعود. إن استطعت أن تتجه للقبلة فعلت، إن عجزت عن الاتجاه للقبلة صلي حيث توجهت بك الراحلة، لأنك لا تستطيع النزول والصلاة. السؤال الثاني ممكن؟ ممكن إن شاء الله. الله يبارك في عمرك. بس للمعلومية، يعني أنت ممكن تجمع المغرب مع العشاء متأخرا بعد وصولك. المغرب والعشاء. أي نعم. إنما الظهر والعصر زي ما أحسن. هي الإشكالية في الظهر والعصر، صليهما على ما تيسر لك إن عجزت. الله يبارك في عمرك، السؤال الثاني. اتفضل. الله يبارك في عمرك. وياكم. بحب يعني أنا الحمد لله ملتزم. بس بحب ساعات ان ايه الناس تعرف ان انا صايم، ان انا بسبح، فهل ده رياء؟ واذا كان رياء اعالجه ازاي؟ في شيء من الرياء. طب علاج من سمع الله به ومن راى الله به، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فاجتهد، قل يا رب اصرف عني هذا. وورد حديث ضعيف في هذا الصدد أن أبا بكر اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، فقال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لكن سنده ضعيف، إلا أنه يفعل به فضائل الأعمال. الله يبارك في عمرك يا مولانا. حياكم. تسأل عن حكم إجهاض الأم للجنين في أول الشهر الثالث لكثرة خلافات الأم مع حماتها مع زوجها. لا تجهضيه، بارك الله فيكم، ليست هذه بضرورة داعية إلى الإجهاض، غفر الله لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. ما قولك في الإمام أبي حنيفة وما قولك في الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ رحمة الله عليهما. ما قولك في فلان وفلان وفلان وفلان
وحولنا الفتاوى إلى ما قولك. كل يوم ما قولك في فلان وفلان، هذا المقام مصنوع للفتاوى. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. نعم تفضل. ما أحبك في الله يا شيخ. الله أحبك، الله اللي أحببتنا فيه. أنا من المغرب، الشريط مزيد في قلبنا ربا. نعم. أنا من المغرب، أنا من أهل المغرب. أو بعد. واشتريت منزل بقرض ربوي. اشتريت منزل بقرض ربوي. اشتريت منزلا بقرض ربوي. نعم. ماذا علي بعد التوبة؟ عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وتنتوب إليه. هل علي أن أبيع؟ لا لا يلزم، استغفر الله وعمل صالحا. شكرا جزيلا. الله يكرمك. الأخ يقول الدقيقة بكم؟ ما في دقيقة بكم، زي أي هاتف، ما عندنا يعني تجارة بالاتصالات. الله يحفظك. السلام عليكم. شيخ مصطفى. أخوك مصطفى تفضل. تخلص من بعض أرباح البنك فيصل لذي رحم. ها؟ تخلص من بعض أرباح البنك فيصل الإسلامي لذي رحم. أيوة. هل عفوا؟ الظاهر أنها عادت عليك، عادت عليك منفعتها، فصدق بغيرها. قل اجتهدت وأخطأت. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل عن هل يجوز تأجير شقة، لا شراء شقة بالإذن بس فيها سعر فايده، يعني مثلا استلمها بس التقسيط بتاعها بيستمر كذا سنه بس في سعر فايده 3%. لا يجوز. تمام. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. معنا. تفضل. ابي اشترى لي ذهب، يعني ايام ما كنت خاطب اشترى ذهب لي وكان عليه ديون لحماية. ابوك اشترى لك ذهب وكان عليه ديون لحماك، وبالسؤال السؤال حماية خصم، لا ابويا مش راضي يسد، وحماية خصم لفلوس اللي هي كانت له عند ابي، خصمها من الذهب الذي اشتراه ابي اللي هو قدمه مهر، اللي احنا قدمناه مهر لزوجتي حاليا. يعني في طلاق الان اعوذ بالله؟ لا لا لا، المسألة دي يعني في اشياء حيثيات هتبنى على كده. يعني اخويا طالب ابي ان هو يكتب له ارض مقابل الذهب اللي هو اشتراه ليا. تمام. يعني عذرا بس حتى اخلص من جزئية، ابوك لما خصم الحماك حقه من الذهب المقدم منكم. أيوة. ابوك صبرا، انا ما جبت كده، ابويا ما جابش ذهب. صبرا يا حبيبي. ابوك رضي انذاك او عارض؟ هو يعني اوكل الامر الي يعني. وانت رضيت ام لم ترضى؟ قلت يا حماية انت ليك عند ابي 50,000 احمق اخصم بهم ذهب. انت رضيت؟ ابويا قال انا مش سادد، اسدهم انت يا حبيبي. صلى على رسول الله. بس عشان بس اخذ سؤالك من كذا جزئيه الان. فانا اسال الان، انتم رضيتم بان يخصم حماك قيمه فلوسه بالذهب منك ام لم ترضى؟ كذا سكت لانها بنى عليه عمل. زرادو خلاص انتهينا من الجزئيه الاولى، نرجع للجزئيه الثانيه. ابوه خلاص يبقى هو اعطاه 50 جرام ذهب، واخوه يقول يا ابا انت اعطيت اخي 50 جرام ذهب اعطيني مثله. فهو عايز يقول لها ابي اعطاني فلوس. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك شيخ خير الفاضل؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الله يخليك، ده شرف لينا حضرتك. الله يغفر لي ولك، الله يغفر لي ولك وللسامعين والسامعات. الله يخليك. باختصار يا شيخ، كان في بالنسبه لعلامه الساعه في الحديث اللي هي بتقول
لا تقوم الساعة حتى تلد الأمة ربتها. الأمة ربتها، نعم. تمام تمام يا شيخ. نعم. بالنسبة معلش، هو في طبعا التفسير القديم، في تفسير حديث يا شيخ للكلام ده تحقق في عصرنا، وللأسف ما فيش حد من يعني لسه ما اعتمدش، يعني تفسيره العصري اتحقق في زماننا. علمنا ما علمت رشدة. بالنسبة شيخ حضرتك، هو بالنسبة لتفسيرها اللي لحد دلوقتي موجود، ان هو ان مثلا يبقى في اسر او كده، وتبقى الجارية بتخلف بعد كده بتبقى بنتها سيدتها، حاجة زي كده. تمام. بالنسبة للواقع في عصرنا اللي هو تأجير الأرحام، جزاك الله خير. مع شيخ اللي دلوقتي في حاجة اسمها تأجير الأرحام، فطبعا بالنسبة لتأجير الأرحام دي بتبقى بالنسبة لمعظم الناس الفقراء أو في يعني الخادمة. تمام. بيتفقوا مع الأب والأم بالنسبة لتأجير الأرحام دي، بتبقى مثلا الأم عندها موانع، عندها سرطان في الرحم أو حاجة زي كده. معروفة معروفة. يعني أنت عايز تريد أن تقول الآن إن الرجل الثري عنده خادمة يستأجر رحمها كي يضع فيه ال ينقل الغويضة بتاعت الأم. الأم اللي هي الغنية. لا، ما هذا نحن لا نقر أصلا مسألة تأجير الأرحام. تمام تمام. لا يجوز في الأصل تأجير الأرحام. العلامة اللي اتحققت. والله الله اعلم. قل الله اعلم. ماشي شيخ، انا يعني ارجو لفت النظر ما انت لفت نظرنا، لكن قد يلفت النظر ونرى الخطا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. معلش يا شيخ مصطفى، اسمعني بس، يعني مش عايز اطول حضرتك في الكلام. يعني اتفضل. انا موضوع اللي لسه كلام حضرتك على موضوع نسيبي حماية وابي، يعني ايوه. ابويا اشترى مهر اللي هي زوجتي حاليا، يعني ايوه، وكان عليه مبلغ من المال للنسيبي، فابويا بعد كده مش راضي يسيب. يعني ابوك اقترض من حماك مبلغ؟ لا مش اقترض، هو كان في باقي حساب من الفرح والكلام ده، وهو نسيبي دفع عشان نمشي الامور. ما هو انت الاول كلامك قلت دين على ابي لنسيبي، صح؟ ما هو دين متبقي من الحساب بتاع الفرح. يعني انتم اقررتم ان عليكم دين لحماك ولا لا؟ اقررنا. اقررتم. كم الدين؟ كان متبقي 15000. 15000. زوج حماك قال يا حاج، انت اسمك ايه انت يا ابونا؟ انا اسمي هيثم. يا ابو هيثم، انت عليك لي 15000 يا ابو هيثم، هاخذهم من الذهب اللي انتوا جبتوه شبكه للبنت، صح كده؟ صح 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 كده. انتوا رضيتم؟ رضينا. ايوه بقى خلاص، انتهينا من هذه الجزئيه. جاء اخوك يقول لابيك يابا انت جبت لاخي 15 جرام ذهب لاخي، فانا اريد مثلها يا ابي. كده الموضوع السؤال؟ تمام تمام. ابوك يقول لا يا ابني خذ 15000 جنيه فقط، او انت تريد انت تريد يعني. ها؟ ابويا كتب له ارض بقيمه ال 15000 جنيه انذاك. بقيمتهم كتب له ارض. ماشي. السيد سعد، هناك اسئله يا سيد سعد. انا اسالك، ما اقول لك يا سيد سعد كم صلاه الظهر؟ هتقول لي ارجع لدار الافتاء يا سيد سعد. افهم يا سيد سعد، افهم يا سيد سعد. السلام عليكم. فتاوى يعني مكتوبة ومخا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش يا شيخ مصطفى، لو واحد بيدور على جيم وملقاش غير جيم بس في موسيقى، ينفع يروح ويحط حاجة في ودنه؟ ينفع، والأولى ألا يذهب إلى هذا الجيم، يبحث عن آخر. طيب ماشي. أشعري آخر. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ طيب والله الحمد لله، أحسن الله إليك. وعليكم.
بقول لحضرتك لو هنتقل من المدينة إلى مكة بخطر الحرمين، يعني أحرم إزاي من الميقات أو تنتقل من المدينة إلى مكة بإيه؟ بقطار الحرمين، ده قطار مواصلة أسرع شوية من ال بقطار الحرمين، أيوه، إيه المشكلة عندك؟ أحرم منين؟ من هو مش بيقف في الميقات أصلاً. تحرم من القطار، في فرق بين الإحرام واللبس. البس ملابسك في المدينة في الفندق واركب، البس ملابس الإحرام في المدينة واركب القطار، بمحاذاة الميقات بالضبط لبي. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لي فضلتك، أنا بشتري سيارة من البنك. أيوة. والبنك مش مالك السلعة، بس هو في بينه وبين المعرض اتفاق. لا يا شيخنا الكريم، الله يغفر لك، الله يغفر لك، ابتعد عن البنك وعن سبل البنوك. حاضر يا شيخ. الله يوفقنا وياكم. البنك ليس بتاجر أصلا. بارك الله فيك يا أحمد بن صلاح وسلمك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. أستاذ حضرتك في السؤال. تفضل. حقوق السيدة التي تطلب الطلاق لزواج زوجها عليها، هل لها الحق في المؤخر والعدة والمتعة؟ هل هي متضررة وغير متضررة؟ لم تصدر لترى ضررا. على أي حال، إذا كانت المرأة تريد الانفصال عن زوجها بدون سبب، ستكون إذا أردت تختلى ستكون مختلى وترد إليه الصداق. أما إذا أثبتت مجرد ما علمت بأمر الزواج الآخر، هذه قضية، هذه عذرا، هذه قضية يسمع فيها الطرفان. طيب الحكم في من زورت مصادر دخل زوجها لتأخذ نفقة أكثر مما يطيق. طب وأنا أسألك سؤال، يعني إيه رأيك أنت في هذا؟ أنا يعني شايف إن هو حرام. خلاص، ان الزوج واحدة زورت هنقول اكثر من 70% من دخله لطفلين. واحدة زورت هنقول التزوير صح؟ لا طبعا. لا خلاص. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ ايمن، الله يحفظك ويبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. بالنسبة الشيخ، عايزين تعليق فضيلتك على ما حدث في ليبيا وفي المغرب، ولو كان هذا في دول الكفر لقلنا أنه عقاب من الله عز وجل له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا، الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. بقرر بس أشياء أولا بدهية، الله يفعل ما يريد، وهو لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. ثانيا، الله يعلم ونحن لا نعلم، يعني عمل ربنا بعلم، نحن نفعل قد نكون بعلم وقد نفعل بجهل. ثالثا، الله أحاط بكل شيء علما، أنا وأنت ننظر إلى الشيء من منظور واحد، لكن ربنا أحاط بالموضوع من كل الجوانب. رابعا، ألا ترى أن الله قد يتخذ الشهداء من العباد وصاحب الهدم شهيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خامسا، إن الله أحيانا يبتلي العباد المؤمنين على وجه الخصوص الذين صدرت منهم معاصي، قد يبتليهم أحيانا لإرجاعهم إلى دينهم، قد يبتليهم يرجعهم إلى دينهم، يبتليهم بالضر في الأبدان، ويبتليهم بأمراض شديدة، وقد يبتلوا لرفعة الدرجات، قد يبتلوا لرفعة الدرجات. أنت تعرف أن الهدم ينزل على الناس، أحيانا ينزل الانتقام من الله سبحانه وتعالى كما قال في شأن قوم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وأحيانا ينزل صاحب الهدم شهيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وينزل وفي خليط مشيج
من الصالحين والطالحين. لكن الرسول عليه السلام لما قال يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، قيل يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى، أنا كنت سألتك في حديث امبارح اللي هو البارحة مش امبارح، قلب اللام ميم غلط. نتعلم، هي تقيل عليك في الأول كده لكن إن شاء الله تسهل. البارحة. إن شاء الله. إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن. أقرأ لك سنده يا شيخ. تفضل. فهو في صحيح ابن حبان. تفضل. أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا محمد بن بكر، عن الصلت بن برهان، حدثنا عن من؟ عن بحران، عن الصلت بن بحران. أيوة. حدثنا الحسن، حدثنا جندب، قال سمعت حذيفة في هذا المسجد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، في رجال لم أعرفهم أحتاج مراجعتهم. ها؟ مش سامع من الأول. تقول عند ابن حبان، في عند ابن حبان السند كذا، السند كذا مرة ثانية. ماشي. أو المتن السند أو المتن. المتن أقرأ لك السند والمتن يا شيخ. أيوة، السند والمتن. السند، أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا محمد بن بكر، عن الصلت ابن بحران. الصلت ابن زكوان؟ ابن بحران يا شيخ. الصلت ابن زهران؟ لا، أحتاج مراجعة السند، في رجال لم أعرفهم الآن. بارك الله فيك. أقرأ ترجمة الصلت يا شيخ ولا؟ أقرأ ترجمة الصلت، من أي الكتب ستقرأ؟ أنا أقرأ ترجمة الأئمة، ولكن كل مصدر لا، الصلت الذي ستقرأ ترجمته الآن من أي الكتب ستقرأ؟ وليس من شكل يا شيخ، انا مجمعها من كذا كتاب. لا، ما لازم يبقى لها مصدر يعني. ما اعرف يعني. احمد بن حنبل قال في ثقه، ابو حاتم الرازي قال صدوق وليس له عيب. طب رجعني لمحمد بن مرزوق كده. محمد بن مرزوق؟ ايوه. اجيب لك ترجمته يا شيخ؟ اي نعم. معلش يا شيخ ديار. حاضر معك. محمد بن مرزوق يا شيخ. ثقه ابو حاتم الرازي. ايوه. ابو حاتم وثقه ولا قال صدوق؟ لا، وثقه، قال ثقه. ايه، وبعد؟ لا، لم يوثقه احد غيرك يا شيخ. كم واحد روى عنهم؟ لا أعلم أحد روى عنه إلا أحمد بن علي بن مسلم. ده سيكون أقرب إلى الجهالة، بس أحتاج مراجعة الأسناد مرة ثانية إن شاء الله. أمهلني، الله يحفظك يا شيخ. ولا أمهلني؟ لا، أمهلني الله يسلمك، اديني فرصة أخذ حقي في البحث. ما فيش يا شيخ، ما بعض التفصيل في يوم الجرعة. ها؟ هل هناك شيء يسمى يوم الجرعة؟ في يوم الجرعة، بس ايه يعني؟ لا اعلم. انا وجدت حديثا لحذيفة رضي الله عنه يقول بعث عثمان يوم الجرعة بسعيد بن العاص، قال فخرجوا اليه فردوه، فكنت قاعدا مع ابي مسعود وحذيفة، فقال ابو مسعود ما كنت ارى ان يرجع لم يرهق فيها دم، فقال حذيفة ولكن قد علمت لترجعن على عقبها ولم يرهق فيها مجمحة دم. يعني ان سيدنا حذيفه عارف ان هذا اليوم لن يرهق او لن يحدث فيه سفك دماء. ولا لا، انا ما راجعت هذا السند، لكن على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم افضل لحذيفه بن اليمان
من أحاديث الفتن ما لم يفض به لغيره، لكن يبقى النظر في السند. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى من حبك في الله والله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. لك الدعاء بصلاح الأحوال كده والله. الله يصلح حالنا وحالك تبارك الرحمن. أشكرك لما يحدث في المغرب أولانا كده. اللي هو أقول لك الانفجار ده انفجار مصطنع. الانفجار مصطنع فعلا. والله يا أخي أنا أعرف أن الزلازل تكون مقدرة. ربنا الكريم قال في كتابه الكريم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أوحى الله لها بذلك، ألهمها ذلك، ألهمها ذلك. والرسول قال بين يدي الساعة كثرة الزلازل. أما انفجار مصطنع غير مصطنع الله سبحانه أعلم، لكنها زلزلة والزلازل مقدرة بأمر الله. ووراء ذلك ربي قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. الله يسلمك. هذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ، عندي سؤال طبي بعد إذنك. تفضل. بعض الناس عندما تسوء حالتهم الصحية يوقعون على ورقة يكتبون فيها عدم ال... السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثقى حذيفة بما يكون إلى يوم الساعة، فذكر حذيفة في نهاية الحديث: غير أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منه. فما هو هذا الشيء؟ هل هو حدث أم لم؟ لا أعلم والله ثبوت هذا الكلام، لا أعلم. هو في صحيح مسلم يا شيخ. نعم؟ في صحيح مسلم. لا أعلم هذا الكلام الذي هو أن النبي أخبره بكل شيء سيحصل بين يدي الساعة، لا. في حديث طويل حدث به النبي أصحابه، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن كل شيء سيحدث حذيفة يعرفه، لا خصه ببعض الأمور مما يتعلق بحديث الفتن. أما هل كل شيء يعلمه حذيفة بن اليمان؟ لا يصاب بأسماء المنافقين أيضا. بارك الله فيك. نعم. هل حذيفة يعرف كل أسماء المنافقين؟ أخبره النبي بذلك، وذلك أطلق عليه صاحب سر رسول الله. لكن في منافقين الرسول لا أعرف حتى أسماءهم، ومن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، كنت عايزة أسأل عن حكم عمل الإطعام أو العقيقة في دولة ثانية غير الدولة اللي احنا عايشين فيها. جائز لكن في بلدك أفضل. جائز ولكن ماذا؟ في بلدتك أفضل، العقيقة في بلدتك أفضل. السعر في بعض الدول الأخرى بيكون منخفض وغير مقتدرين إن احنا نعملها في بلدنا، خلاص في هذه الحالة قلت قولنا أفضل ليس معناه انه واجب في بلدك. جائز يعني. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ إيهاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل حبيبي. انا اسألك سؤال بس كده عن يعني حدود التسامح في مثلا واحد بيسرق، واحد يعني علاقته متسامح كده ممكن تيجي مش عايز حد، مش عايز حد. طيب هل الرسول عليه السلام لما كان يقطع يد السارق عايز يزي ولا مش عايز يزي؟ ايوه. مش نريد ننكل به حتى لا يكون، حتى يكون عبره لغيره؟ طيب. والصحابه لما كانوا يرجموا واحد زاني بالاحجار يفحروا له حفره وراسه تظهر ويضربوا الاحجار حتى يموت، مش تنكيل هذا؟ ايوه.
لكن واحد عياذا بالله اعتدى على زوجتك وارتكب مع المحرم ياخذ جزاء ولا تتركه؟ مش انا خايف ان هو يتاذي اكتر يعني. انا هذا انت غريب، لابد ان تدعو الله ان يصلح لك فطرتك، ان فطرتك فيها عوجاك شوي. انا اقول لك الان هذا الكلام، هذا الكلام الذي تقوله انت تمادى باقوام الى ان قالوا لا، لا اريد ان اؤذي السمكه، اخرجها من الميه ازاي وحرمها من النفس؟ لا سيبها يا اخي في الميه، ما اصطادش، حرم السمك. جاء للبهائم البقره تذبح، قل لا كيف كيف اؤذي البقره؟ لا يا اخي سيبها وتحول لنباتي. لا مش كده، ولا كده بس، ما انت اصل انت لست ارحم من الله، انت ارحم من الله. هو اخ احد الاصدقاء قال لي في حاجه اسمها حدود لازم تقام. ايوه في حدود طبعا، بس انا بس انا ببص النظره قدامي يعني، انه مثلا واحد تاني ممكن يعني مثلا اللي سرقنا الحاجه دي جنب مني، عندي مزرعه قبل الله يعني. انت يا حبيبي سبحان الله سبحان الله، انا وانت ممكن نختلف في امر. ايوه واحد ثالث له رأي، واحد رابع له رأي، في 100 رأي. لازم في رأي صح اللي صححه الله. أما نرجع جميعا لكلام الله ده صح الكلام. أنت عاطفتك جياشة جدا، حتى إنني زعلان منك جدا الآن. أنا زعلان منك. لا ليه زعلان منك؟ لأن بقول لك واحد اعتدى على زوجتك وزنى بها. ينضرب ولا ما ينضربش؟ ما قلت لا نفعل به، نفعل لا لا، يقول لك لا ده كان شهوته جياشة وخد حضنه بس وخلاص، ايه المشكلة يعني ما يعمل حاجة؟ لا الكلام ده غلط، في شرع. انصحك تقرأ كلام الله وتقول لله سمعا وطاعة. طيب يعني بس اللي سرقنا ده ممكن اعمل له محضر هيروح في 60 داهية؟ ما يروح في 60 داهيتين، ده المحضر ده اهون عليه من قطع اليد، الشرع يقطع يده. الله يبارك فيك، بارك الله فيك يا شيخ هاني. أسئلة غريبة اليوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. نعم. حبيبك الله تعالى شيخنا، إن أنا أحبك من أرض العراق. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. شيخ جزاك الله خير، شاهدت لك فتوى تقول بأن لعب الشطرنج هو مكروه على أقل الأحوال. وذات الى راي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. لكن يا شيخي بارت لدي يعني بعض التساؤلات. ايه هيا. هنالك في لعبه الشطرنج يعني تماثيل كالحصان. ايوه. وكش مالك يعني. لعبوها؟ انت يعني لعب الشطرنج مع وجود يعني الحصان؟ في الحصان والطبيه وكله موجود. لكن العسكري ووزير كل موجود ده يعني ورد الكراهية مع وجود هذه التماثيل ام حرام؟ ما تصبر علينا بس يا حبيبي، اصبر علينا. يعني الجمهور يقولون بتحريم لعب الشطرنج، واورد بعضهم عن علي رضي الله عنه قوله وقد مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لكن سنده ضعيف إلى علي. ويرى ابن تيمية رحمه الله أن الشطرنج لعب به مكروه لما يتبعه من استنزاف للعقل والوقت والجهد، ده فضلا عن إذا كان على قمار. فأنا قلت أنا أختار رأي شيخ الإسلام، يعني ما عندي النص القاطع الذي أستطيع أن أقول إنه محرم، فقلت مكروه. أقول لا في عسكري، إذا التحريك العسكري الأصنام محرمة طبعا، الأصنام، لكن هذا اللي عندي والله أعلم، الله أعلم، الله أعلم بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل، الله يحفظكم. كنت سألتك سؤال يا شيخ لكن الخط قطع. السؤال هو ما حكم من يوقع على ورقة منع الإنعاش عند توقف القلب في حال مرضه؟ منع الإنعاش؟ نعم. يعني يقول سيبوني اموت؟ لا، هو اذا وقف القلب يعني يعني يطلب من الممرضين والاطباء عدم انعاشه، لان الانعاش قد يرجع القلب للنبض باذن الله طبعا. هو لا يريد الرجوع للدنيا. نعم. وهو لا يريد الرجوع للدنيا.
لا، هو الإنعاش ممكن يسبب كسر في إحدى فقرات القفص الصدري، فممكن إذا رجع قلبه ينبض يعني بعد الإنعاش يكون عنده إصابات بليغة من هاي الشغلة، فما حكم من يقوم بذلك؟ سنردها إلى مسألة ترك التداوي من عدمه. هل ترك التداوي أفضل أم التداوي أفضل؟ يعني إنسان ترك التداوي صبرا سأجيبك، أنا ما طرحت عليك أنك تجيبني بس أجسد المسألة. هل ترك التداوي أفضل أم التداوي أفضل؟ كسؤال عام، يرى فريق من أهل العلم أن التفصيل في هذه المسألة، إذا كان المرض الذي بك لن يؤثر على حق الله ولا على حق البشر فالصبر أولى، وإذا كان يؤثر على حق الله أو على حق البشر فالتداوي أوجب. مثلا شخص عنده انتفاخ في البطن ويخرج ريح، كل ما يصلي يخرج ريح، الصلاة تبطل، فهنا دواء قيل له خذ هذا الدواء يمص الريح من الجسم حتى تستطيع تصلي، يلزمه ذلك. شخص لا يستطيع الباء مضر بزوجته، وهنا دواء لتقوية الباء يأخذ الدواء. لكن شخص مرض خاص بنفسه كالتي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع فادعو الله لي، فقال إن شئت دعوت الله فشفاكي وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة ولكن ادعو الله ألا أتكشف. ونفس الأعمى، جاء الأعمى إلى رسول الله قال يا رسول الله إن رجل ذهب بصري فادعو الله أن يرد علي بصري، قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قال بل ادعوه. فالشاهد على حسب نوعية المرض، أنت الآن في مرضك الآن خلاص نفسك قطع والقلب توقف، فبده الجسم ضربات حتى تفيق. نعم. تفيق، ممكن هذه الضربات ببعض الأجهزة تكسر شيئا في جسمك، وأنت تقول لا تكسروا شيئا في جسمي دعوني لأمر الله. لك ذلك، لك الوجهان في هذه المسألة، لك الوجهان في هذه المسألة. بارك الله فيك. الله يسلمك. بس الأطباء كنوا أعلم، يعني لو ترك الأمر لله ثم لأهل الطب أن ذاك ستختار مفاسد ومصالح. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يحفظك. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ بحثت على جيم فترة طويلة ولقيت يعني واحد وفي موسيقى جيم في موسيقى في مزيكا لقيت واحد ورحت الفترة الصباحية عشان ما يبقاش فيه، بس بعد حالي كده نص ساعة والموسيقى تشتغل بحط السماعة في أذني. خلاص ما في مشكلة، حط السماعة في أذنك لو أنت مضطر لهذا، لو أنت مضطر إلى هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا شيخ. تفضل. تفضل. شيخ بقول أنا من فلسطين. ها؟ أنا من فلسطين. أهلا بك، مرحبا بفلسطين وأهل فلسطين. حياك الله. وحياك، تفضل. الله يسعدك. بقول يا شيخ انا عايش مع امي واخوي، اخوي هذا معاذ، لي اخوه اثنين، هسه اخوتي هذول الاثنين يعني ما بصرفوا على الدار ولا انهم بقوموا بواجبهم تجاه الدار، انا شخصيا شو واجبي تجاههم؟ كيف اتعامل معهم يعني؟ شو نوعية العلاقة؟ يعني في انت لك ثلاث اخوة، واحد معاك واثنين؟ واثنين عادي. عافية. اللذان بعافية لا يساعدان المعاق.
ساعده انت، ربنا يجعلك سبب في الخير وجرك. دائما كده البيوت يكون فيها واحد طيب والباقي يعني غير نشيطين لعمل الخير. ساعد انت، انت مجور. ما بتعرفوش على امهم وعلى اخوهم. ما عليك منهم، انت توصلهم وان قطعوك. صلهم وان قطعوك. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي نعم مصطفى. لو سمحت يا شيخ، لو عايزة امنع بناتي من روح زواج ابني لانه مختلط وفي اغاني وكده والاب رافض، البنات يسمعوا كلامي ولا كلام الله ورسوله؟ لا، كلامك موافق للكتاب والسنة يسمع، كلامك مخالف للكتاب والسنة. كلامك انت الان بهذه المثابة طيب. ايوه كلامك طيب، ففي حال امتناعهم، لأن الله قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كلام طيب. أيوة. لا لا، ليس هناك قاعدة عامة اسمها كلام الأب وكلام الأم، هناك قاعدة أعم من ذلك، الكلام الموافق لكلام الله وكلام رسوله يسمع. أيوة. بعد كده في أمور ترجع للأب، في أمور ترجع للأم، والأصل الأب. نعم. أيوة. مع السلامة. أيوة. لانه هو يقول لهم هذا خلاص يعني انتهى الامر من عقوق لي. لا مش عقوق، انما الطاعه في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه وكده ما يكونوش بيقاطعوا اخوهم. يا اختي الكريمه افهمي، على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ارسل سريه وامر عليهم رجلا واوصاهم عليكم بطاعه هذا الرجل. أيوه. كان اسمه عبد الله بن حذافه السهمي، امرهم بطاعته. ايوه. وأكد على طاعته، فلما كان ببعض الطريق الرجل كان حارا بعض الشيء، قال ألم يأمركم رسول الله بطاعته؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، جمعوا الحطب، قال أججوا نارا، أججوا النار، قال ادخلوها. احتارهم واحد، قال ندخل يا جماعة الرسول أمرنا بطاعته، والثاني قال كيف ندخل، ما اتبعنا الرسول إلا فرارا من النار. واختلفوا، سكن عن الرجل غضبه وأمر بإخماد النار. فلما رجعوا حكوا للرسول عليه السلام، فقال الرسول والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجت منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. إنما وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعمهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا تطعم ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مع السلامة. بعد القدر أجتزئ، سألني الله لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، شاكرا لأنعم الله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين، ونعوذ بك من الحور بعد الكور. نعوذ بك يا ربي من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلن يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، وعين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا، وطيب أقوالنا، وحسن أخلاقنا، وأخلص نوايانا، واستل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.